بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير مشاهدين شاشة تلفزيون قطر، نرحب فيكم في برنامجكم اليومي فيض ضحى. أكيد وإن شاء الله نتمنى أن يكون هذا اليوم يوم جميل ويوم مليء بالطاقة الإيجابية. أكيد مثل ما وعدناكم راح ناخذكم في فقرات ومواضيع جدا مميزة، وراح نكون معاكم يعني على مدار ساعة كاملة. لكن في البداية أقول صباح الخير للزميلة حليم. صباح النور أخوي نايف، وصباح الخير للسادة المشاهدين وين ما كانوا قاعد يتابعونا. نفس ما ذكرت حلقة جديدة نتمنى أنهم يستمتعون يستفيدون فيها. لهذا اليوم عندنا مواضيع مختلفة ومتنوعة نفس ما عودناكم. اخترنا لكم اليوم الجانب الصحي. حلقتنا راح يتم تسليط الضوء بشكل كبير على القطاع الطبي والقطاع الصحي تحديدا. راح نتحدث عن حملة التطعيم السنوية ضد أمراض التتنس والدفتيريا والسعال الديكي. راح نتحدث كذلك عن فعالية مخيم التحدي للسكري، غير المواضيع المختلفة والمتنوعة، وأكيد غير الجولة اللي تعودتوا عليها بشكل مستمر في صحفنا المحلية. اليوم قاعد أفكر إن في أشخاص فعلاً إيجابيين في الحياة، في أشخاص سلبيين. تصنف نفسك إيجابي أم سلبي؟ والله حنين شوفي، أنا في السابق يعني تقدرين تقولين إن أنا كنت يعني سلبي، لكن الحمد لله قدرت إني أنا يعني أغير طريقة تفكيري، أحولها من السلبية إلى الإيجابية طبعاً. يعني تشوف نفسك تغيرت، ما هي الطريقة اللي تغيرت فيها؟ طبعاً الحين أكيد حنين يعني الطرق كثيرة صراحة، يعني ممكن يختلف من شخص إلى شخص. أنا على سبيل المثال الرياضة لعبت دور كبير صراحة بالنسبة لي، يعني من خلال ممارستي للرياضة بشكل مستمر فحسيت صراحة تغيير كبير. أني يعني قبل لما كنت سلبي، فمن خلال الرياضة فشفت نفسي أن يعني صرت أو صار طريقة تفكيري بطريقة إيجابية. كذلك طبعاً في يعني أنواع مختلفة أو طرق مختلفة ممكن الواحد لا. يعني يشوف. عيل خلينا نتكلم اليوم عن السلبية. كثير ما نكون سلبيين ولا ندرك أننا كذلك، ولكن هل وصلت إلى درجة انتقدك فيها الآخرين لكونك سلبي؟ إذ كان الأمر كذلك فهذه عادة يمكن أن تعرقل وضعك الاجتماعي بشدة. والحقيقة هي أن كونك سلبي لن ينقذك كثيراً. كلما كنت أكثر سلبية كلما شعرت على الأرجح بالسوء وبدأت دورة سيئة. إذ كنت قلقاً من أن موقفك السلبي يؤثر عليك، يمكنك البدء في العمل على استراتيجيات لعكس ذلك. يؤثر التأثير السلبي أيضاً على من حولك، بما في ذلك أصدقائك، زملائك في العمل، أو حتى أسرتك، أو حتى أطفالك اللي يمكن أن ينشؤون ليكونون أشخاص سلبيين بأنفسهم. تؤدي السلبية المستمرة أيضاً إلى انخفاض تقدير الذات، وقد تؤدي غالباً إلى التعاسة أو الاكتئاب. إذ كنت غير قادر على رؤية الجانب الإيجابي من الأشياء، وإذ فشلت في الحصول أكيد على الإيمان أو الثقة في أي شخص، ما أنت تعرض نفسك للخطر من أجل قيادة حياة غير سعيدة. أكيد يعني حنين موضوع جدا مهم أشوفه. يعني من المهم أن الواحد يتوقف خلينا نقول العيش بطريقة سلبية. يمكن هذا الشيء أو يعني التفكير بالطريقة السلبية ممكن يأثر على صحتك، ممكن يأثر على خلينا نقول يعني نفسيتك في أمور كثيرة صراحة. حتى ممكن يأثر حنين يعني على خلينا نقول الأشخاص اللي حوالينك. فمهم أن الواحد دائما يحرص أنه يتفادى طريقة التفكير بطريقة يعني إيجابية، أو يحول التفكير السلبي إلى تفكير إيجابي. فمهم أكيد ممكن الواحد يسأل كيف الطريقة، أو كيف ممكن الواحد يقدر أنه هو يتخلص من التفكير السلبي. يمكن احنا يعني ذكرنا في بداية الحلقة قلنا يعني الخطوات كثيرة وتختلف من شخص إلى شخص، فمهم أنك أنت تشوف الطريقة المناسبة لك أنك أنت تتفادى التفكير بالطريقة السلبية. يعني على سبيل المثال مهم أن احنا نحدد الأشخاص السلبيين حوالينا. يعني أشوف أول حاجة يعني تحديد الأشخاص على أساس أن أنا أتعرف عليهم، وبعد ذلك يعني أتخذ هذه الخطوة اللي أنا ممكن أبتعد عنهم أو أن أقلل تواجدي معهم. يعني من الخطوات كذلك يعني حنين أن دائما مهم أن الواحد يحيط نفسه خلينا نقول بأشخاص إيجابيين، سواء كان في الأسرة أو خلينا نقول حتى خارج الأسرة، حتى في العمل. لأنه مهم حنين يعني اليوم لما أنا أحيط نفسي خلينا نقول أشخاص إيجابيين أو عندهم تفكير إيجابي للحياة، فهذا الشيء يعكس على يعني نفسيتي، على طريقة تفكيري.
وهذا الشيء ساعدني على العطاء خلينا نقول او على يعني التفكير بطريقه ايجابيه بشكل عام. نعم، بالاضافه نقدر نقول ابتعد لمسافه، ضع مسافه بينك وبين اي من الاصدقاء او افراد عائلتك او زملاء العمل اللي تعتقد انهم يساهمون في جعلك سلبي، حدد مقدار الوقت اللي تقضيه معاهم، تاكد من مراقبه مشاعرك لما تكون حولهم حتى تتمكن من معرفه متى يكون الوقت قد حان بالمغادرة. فيعني الإنسان دائما لازم يكون حريص باختيار الرفقة اللي تأثر تأثير إيجابي عليه واللي تحاول تطلع قدر المستطاع، وهو بنفس الوقت يقدر يبحث بين فترة وأخرى عن طرق تساعده. الحين إحنا في زمن يعني حتى لو الواحد مثلا ما يبي يروح لمختص أو يتابع مع دكتور أو شخص ذو خبرة، تفتحون التليفون الإنترنت تشوفون ما هي الطرق أو الأمور اللي تساعدني في أن أنا أطور نفسي، أحسن ذاتي، على أساس أن إذا كنت أحس أن أواجه مشكلة أو نفس ما قلت في بداية حديثي عن هذا الموضوع، أن في ناس صاروا يوجهون لكم الكلام بأن أنتم سلبيين. صحيح. أو أن كفاية أو ليمتة، فخلاص ما نبي نسمع هالكلام. يوم تصير هذه الجمل دائما متكررة عليكم لازم تحطون ستوب، هي مشكلة فيني لازم أحلها ولازم أواجهها. نايف كان سلبي تحول إلى إيجابي من خلال ممارسة الرياضة، بحث عن شيء طور من نفسه. فأي واحد يقدر يشوف شلون يقدر يطور من نفسه ويغير من نفسه للأفضل. أكيد، وهذا الشيء يعني لمصلحة الفرد ولمصلحة المجتمع، فمهم أن يعني الواحد دائما يحرص أن حياته تكون بطريقة إيجابية، لأن هذا الشيء يعود بالنفع مثل ما ذكرنا على نفسه وعلى المجتمع وعلى الدولة. فمثل ما طبعا أكيد إحنا ما نبغي نطول كثير، فمثل ما إحنا يعني وعدنا المشاهدين أن إحنا دائما نأخذهم في جولة في الصحف المحلية، وطبعا أول خبر من جريدة لوسيل. لأول مرة وزارة الثقافة تطلق موسم الندوات 17 مارس. أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق حدث ثقافي وفكري كبير تشهده الدوحة لأول مرة، ويحمل عنوان موسم الندوات، يبدأ في 17 من مارس الجاري ويستمر على مدى أسبوعين بالشراكة مع جامعة قطر والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسة، ويهدف إلى نشر ثقافة التنوع ومنح نخبة المجتمع من المفكرين والمثقفين والخريجين فرص تعزيز البيئة الفكرية. كما وأكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة على أن الموسم يعمل على تحقيق رؤية الوزارة بمنح الثقافة دورها الجوهري في حماية هوية المجتمع، والحرص على تقدمه وتعزيز الحوار بين المفكرين وأجيال المثقفين. ونوه سعادته خلال اللقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية بأن رؤية وزارة الثقافة تقوم على دعم الإبداع وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الفاعلة في المجتمع من أجل مقاربة شاملة للقضايا المجتمعية، ومنح الثقافة دورها الجوهري في حماية هوية المجتمع، والحرص على تقدمه وتأسيس بيئة فكرية تدعم الإبداع وتعزز الحوار بين المفكرين وأجيال المثقفين، مما يخدم نهضة المجتمع. وأن موسم الندوات يهدف لتحقيق هذه التطلعات الجماعية وإثراء المشهد الثقافي. يعني شيء حلو مثل هذه المبادرات تساهم في تعزيز خلينا نقول نشر يعني ثقافة الحوار، التبادل الثقافي والفكري، وكذلك الاستفادة من يعني نقدر نقول من نخبة المفكرين في دولة قطر. أكيد موسم الندوات نتمنى لهم التوفيق ويعطيهم العافية على الجهود المستمرة. خلينا ننتقل إلى الخبر الآخر، لكل الأمهات والآباء اللي مهتمين في الجانب التعليمي أكيد وفي المقاعد الشاغرة. عندنا اخترنا لكم هذا الخبر، 62 ألف مقعد شاغر في المدارس ورياض الأطفال الخاصة. كشفت إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن وجود أكثر من 62 ألف مقعد شاغر في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، في حين توقعت أن يتم افتتاح مدارس أخرى جديدة في العام الأكاديمي المقبل في حال إنهاء إجراءات الطلبات التي تقدمت بها. يعني خبر حلو باستطاعتهم الحين يتابعون ويسجلون أبنائهم وفي فرص، وإن إن شاء الله راح يكون هناك كذلك مدارس. أكيد طبعا. وننتقل إلى ثالث خبر من جريدة الوطن، ترشيح 17 مشروعا قطريا للمرحلة الثالثة
تشارك دولة قطر في مسابقة جوائز منتدى القمة العالمي لمجتمع المعلومات التابعة لمنظمة الاتحاد الدولي للاتصالات، وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم ترشيح 17 مشروعاً قطرياً للمرحلة الثالثة من المسابقة، حيث يمكن للجمهور وذوي العلاقة في قطر التصويت للمشاريع القطرية للفوز بالجائزة، وذلك قبل الموعد النهائي للتصويت المحدد يوم 31 مارس الجاري. أكيد دائما يعني مثل هذه المشاركات تساهم في تعزيز خلينا نقول يعني الثقافة التكنولوجية، وأكيد دائما احنا ندعو المشاهدين والجمهور ب يعني التصويت، وكل التوفيق يعني للمشاركين في هذه المنتدى. أكيد نتمنى لهم التوفيق، وهناك كثير من الجهات تدعم وتشجع وتتبنى المبدعين والمتميزين في كافة المجالات. إما في جريدة العرب اخترنا لكم النادي العلمي يطلق مخيم روبوتات من التصميم إلى البرمجة. انطلقت فعاليات مخيم روبوتات من التصميم إلى البرمجة في النادي العلمي القطري بالتزامن مع عطلة منتصف الفصل الدراسي الثاني، ولمدة أسبوع يشهد المخيم تركيزاً على الروبوتات من خلال تعليم المشاركين خطوات تصميم وتنفيذ روبوت بحسب المهمة التي ينفذها، ثم برمجته لهذا الغرض. وسوف يتعلم المشاركون في المخيم مهارات مصاحبة مثل الإلكترونيات وعالم الفضاء من خلال القبة العلمية، بالإضافة طبعاً إلى مهارات حركية متخصصة يقدمها الاتحاد القطري للرياضة للجميع. أكيد نادي العلمي يعني جهودهم واضحة في هذا المجال. وننتقل إلى آخر خبر من جريدة الشرق. بريطانيا تتخلى عن آخر قيود كورونا للسفر. أعلنت الحكومة البريطانية إلغاء جميع القيود التي كانت مفروضة على السفر جراء تفشي وباء كورونا في البلاد، وذلك ابتداء من يوم الجمعة المقبل. وقال وزير النقل البريطاني في تدوينة على موقع تويتر أن إلغاء جميع القيود التي كانت مفروضة جاء بفضل حملة التطعيم المضاد للفيروس التي نفذناها. يعني اليوم ولله الحمد جالسين يعني احنا نشوف رفع القيود الاحترازية لفيروس كورونا، ويمكن في الخبر يعني شفنا نقطة جدا مهمة، أهمية خلينا نقول يعني الحصول على التطعيمات ونشر خلينا نقول يعني توعية المجتمع بأهمية الحصول على الجرعات المعززة. نعم، احنا نتمنى ان شاء الله ينتهي هذا الوباء، ينتهي هذا الفيروس وتنتهي كل هذه القيود ونرجع الى حياتنا الطبيعية. قاعد نتحدث عن الأوبئة، نتحدث عن الفيروسات، عندنا تقرير، هذا التقرير راح يتم فيه تسليط الضوء بالتأكيد على الجهود وأفضل الممارسات اللي يتم اتباعها في دولة قطر لنشر التوعية وتعزيز الجهود بأهمية الالتزام بالتطعيم في مكافحة الأمراض والفيروسات والأوبئة. خلونا نشوف. الوقاية خير من العلاج، ومن أهم طرق الوقاية من الأمراض والفيروسات هي اللقاحات. لذلك تسعى وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية في دولة قطر إلى إطلاق حملات التطعيم للأمراض الموسمية والفيروسات، حيث تتاح التطعيمات المجانية في كافة المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية والعيادات الخارجية بمؤسسة حمد الطبية وفي العيادات الخاصة وشبه الخاصة إلى جانب المستشفيات الموزعة في البلاد. وخلال جائحة كورونا كانت دولة قطر من الدول السباقة في تقديم اللقاح لجميع أفراد المجتمع على حد سواء للجرعتين الأولى والثانية، كما شجعت وزارة الصحة العامة المواطنين والمقيمين على تلقي الجرعة الثالثة من اللقاح، وعلى وجه الخصوص لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن. صحتنا مسؤولية مشتركة تقع على عاتق كل فرد من أفراد هذا المجتمع، وتلقي التطعيمات من شأنه أن يحمي الجميع من خطر الأمراض والفيروسات.
مستمرين معاكم مشاهدين الكرام. أكيد يعني شفنا هذا التقرير وشفنا جهود دولة قطر طبعا أكيد ووزارة الصحة والرعاية الصحية الأولية في هذا المجال، ودائما احنا نقول يعطيهم ألف صحة ونشكرهم على هذه الجهود. طبعا في هذا الجانب بهدف تعزيز مناعة الطلاب والطالبات أطلقت وزارة الصحة العامة حملة التطعيم السنوية ضد أمراض التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وتستهدف الحملة تطعيم طلاب وطالبات الصفين العاشر والحادي عشر في المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الجاليات في دولة قطر. ودعت وزارة الصحة العامة الأهالي وأولياء أمور الطلاب والطالبات إلى حث أبنائهم على الحصول على التطعيم. وللحديث أكثر يعني حول هذا الموضوع طبعا أكيد راح تكون معنا الدكتورة سهى البيات رئيس قسم التطعيمات في وزارة الصحة العامة. حياك الله معنا دكتورة سهى. الله يحييك، صباح الخير دكتورة سهى، حياك الله معنا. دائما أكيد معلوماتك اللي تقدميها سواء على منصات التواصل بشكل مستمر أو حتى من خلال شاشة التلفزيون دائما هناك تواجد، وهذا الشيء يشهد لكم بشكل مستمر على أهم وآخر المتابعات المستمرة لكافة الأمراض وكافة الأوبئة. حياك الله معنا. طبعا احنا اليوم احنا اخترنا موضوع الحديث عن إطلاق حملة التطعيم السنوية ضد أمراض التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي، فحبينا نسلط الضوء بشكل كبير عن هذه الحملة وعن هذه التطعيمات، فتفضل. شكرا لكم، اولا اشكركم على هالاستضافه. وفعلا هي هاي حمله سنويه. نعم. بس بسبب جائحه كوفيد 19 ولان الطلاب ما كانوا يداومون يعني بالكامل في المدارس. نعم. السنه الماضيه ومنعا للتزاحم فاجلناها. هي عاده تستهدف طلاب الصف العاشر فقط. نعم. لكن هالسنه عشان نعوض العام الماضي صارت صف العاشر والحادي عشر. هي طبعا البنات والشباب في جميع مدارس الدوله مثل ما ذكرت اخوي، وهي بالتعاون مع مؤسسه الرعايه الاوليه وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي وبالذات اللي هو الصحه المدرسيه. نعم. وهي حمله مهمه جدا. نعم. هو بس اللي انا حابه اوضحه من البدايه، هذا ليس لقاح جديد. نعم. او نوع جديد، هو هاي اللقاح موجود ومن ضمن برنامج التطعيمات السنوي او المتعارف عليه في دولة قطر للأطفال. نعم. يعني الطلاب خذوا وهم أقل من 3 سنين. نعم. بس هاي جرعة معززة وضرورية ومهمة. جميل. طيب دكتورة سهى، يعني أهمية الالتزام يعني الحصول على هذه التطعيمات خلينا نقول. نعم. هو إحنا ليش نسميها، ليش هي نقول كل 10 سنوات؟ نعم. هو صح إحنا مثلا على سبيل المثال إحنا نستهدف في الطلاب، بس للعلم هي أيضا ممكن للمرأة الحامل في نهاية الحمل. هي العمال في القطاع الصحي اللي هو إحنا. نعم. الهدف منها أنه هو التطعيمات صح فعالة وتعطي مناعة وتحمي، لكن مع الزمن تبتدي تقل هالمناعة، فالجرعة المنشطة ترجع تفعل المناعة وجهاز المناعة لدى الطلاب بالذات. وليش بهالمرحلة؟ لأن أولاً طاف 10 سنين على أخذهم للجرعات الرسمية الأولية. ثانياً هم مقبلين على الجامعة، في منهم من سيسافر إلى الخارج، منهم من سيدخل جامعات فيها طلاب آتين من الخارج. نعم. ومن ثم معرضين لهذه الأمراض، لأن إحنا ولله الحمد صح في دولة قطر منذ عدة سنوات ما عندنا حالات إصابة بهالأمراض، والسبب هو التطعيم. نعم. فإحنا نبي نعزز مناعتهم حماية لهم، لأن هاي الأمراض لها مضاعفات خطيرة. نعم. فحماية لهم هاي مهم جدا. دكتورة قلتي الحمد لله منذ سنوات لم نشهد هذه. نعم. الحالات، يا ريت بس نتحدث عن هذه الأمراض بطريقة بسيطة أو سريعة لكل مرض من ناحية أعراضه، من ناحية في حال. نعم. حدوثه. أي طبعا هو التيتانوس اللي هو معروف اللي ممكن يكون بسبب الإصابة بمادة حاد بجسم حاد مثل. نعم. مسمار أو شيء صلب. نعم. قديم أو اللي احنا نقول له صدي يعني. نعم. أوكي، وهي. نعم. طبعا ممكن سبب نوع من أنواع التسمم أو خدش من حيوان ضال او عضة كلب لا سمح. نعم. الله او شيء، فهو هاي يحمي من التسمم، يعني تطعيم التيتانوس يحمي من التسمم اللي ممكن يصير بسبب هاي الامور. نعم. الدفتيريا او الخناق باللغه العربيه، وهو عباره عن مثل التهاب يحدث في منطقه البلعوم او. نعم. البلاعيم. نعم. اذا تضخمت ممكن فعلا تسبب خناق. فالشخص ما يقدر يتنفس ويدخل في مضاعفات ولا سمح الله الوفاه. السعال الديكي هي عبارة عن سعال حاد جداً، غير الشخص ما يقدر يتحكم فيه، وممكن يؤدي من شدته وقوته إلى حتى كسور في الأضلع. نعم. لهالدرجة ممكن تكون الكحة قوية. نعم. وهاي كلها
فعلا اللقاح فعال معها ويحمينا. فعشان كذا هو مهم جدا ان احنا ناخذ هالتطعيمات. اكيد جميل. طيب دكتوره سهى، يعني اليوم وزاره الصحه ومؤسسه الرعايه الصحيه للامانه تقومون يعني بدور كبير، خلينا نقول لنشر او لتوعيه المجتمع باهميه التطعيمات، كذلك يعني من جانب اخر خلينا نقول لافراد المجتمع يعني دور بارز في نشر وتوعيه يعني باهميه التطعيمات. نعم. هو المجتمع طبعا له دور مهم جدا وفعال. اول دور ان ما ناخذ المعلومات من الاشاعات او من فقط وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي مسجات الواتساب وهالامور. ناخذ معلوماتنا من المصادر الرسميه الصحيحه. نعم. ونتذكر ان هاي تطعيم مثل ما قلنا في السابق احنا عيالنا خذوه. نعم. ونحث عيالنا ان ياخذونه، لان احنا لاحظنا ان في بعض الاحيان اولياء الامور يوافقون يجيك الطالب او الطالبه بالاغلب يخاف فيرفض. فإحنا دورهم مهم جداً إن يوعون أولادهم وأطفالهم بأهمية هذا اللقاح علشان إنهم يتشجعون ويأخذونه. بالإضافة القطاع الصحي، ولأن القطاع الصحي جزء من المجتمع، فإحنا جزء من الاستعداد لهذه الحملة سنوياً، وهالسنة ما كان فيها أي فرق، أقمنا حملة أو ورشة عمل للقطاع الصحي، مو بس عشان شلون يطعمون ولا إجراءات المتخذة، بس هم جزء من المجتمع. يعني تمريض المدرسة ممكن هو يساعد في توعية الأهل. نعم. الأصدقاء والعوائل الأخرى. نعم. أكيد إحنا راح نتحدث على موضوع التوعية المجتمعية اللي إحنا قاعد نشوفها، بس دكتورة سانتي ذكرتي الأطفال يخافون، والله إحنا الحين نخاف من التطعيمات. وما يصير أنت تكونين موجودة دكتورة سهل بيات ما نسألك عن الجرعة الثالثة، لأن كثير من الأولياء الأمور نفسهم والكبار متخوفين إنه يأخذونها. وقلتي نقطة مهمة، ما يصير نأخذ الأخبار من مصادر غير موثوقة. صح. صرنا نسمع يعني فلان يقول اشاعه تطلع. صح. فالواحد صار متخوف، فاحنا نبي تفاصيل اكثر عن الجرعه الثالثه بعد. هي طبعا جرعه امنه وفعاله. نعم. وما تختلف ابدا عن الجرعه الاولى والثانيه، وملايين من الناس خذوا هالجرعات وهي مهمه. اهميتها اولا تعزيز المناعه، لانه معروف احنا حين ذكرنا على موضوع التيتانوس والدفتيريا ان مع الزمن المناعه تقل، وفي جرعات منشطة لكل أنواع التطعيم. نعم. فهاي لا يختلف عنهم، يمكن المدة شوي الزمنية أقصر لأن نوع الفيروس شوي متحور بطريقة سريعة، لكن ما يفرق عن وجود جرعات معززة لتطعيمات أخرى. الهدف منها إن هي أولاً ونأكد ونعيد آمنة. نعم. وفعالة، وهي نفس التطعيم اللي أخذته في الجرعة الأولى والثانية، والحمد لله ما صار شيء، فليش ما نأخذ الثالثة؟ وبالنسبة لممكن تخوف بعض أولياء الأمور للطلبة أو صغار السن، لا هي فعالة وآمنة، وفي حاليا يعني أعداد تفوق الملايين في أنحاء العالم خذوا الأطفال الجرعات، والحمد لله لم تسجل أي مضاعفات خطيرة تذكر، بسيطة مثل آلام في الجسم، تعب، إرهاق، بس ما في أكثر من كذي. فياريت نبتعد عن الإشاعات ونلتزم او نسمع للاخصائيين. اكيد اكيد. طبعا دكتوره سهى، يمكن احنا شفنا يعني تقرير عن نقدر نقول يعني افضل الجهود والممارسات اللي تم اتباعها داخل دوله قطر يعني في هذا المجال، لو يعني نسلط الضوء اكثر على هذه الجهود والممارسات. نعم. طبعا هو بالاضافه الى التوعيه سواء كان للقطاع الصحي عشان يكون عندهم، طبعا هم القطاع الصحي عندهم المعلومات، بس احنا نعطيهم المواد اللي تساعدهم في الرد على المواطنين والجمهور عند الاستفسار، بحيث انه يكون في ثقه وفي مصداقيه في الكلام اللي احنا نوجهه للجميع. نعم. فهي اهميه الورش اللي احنا نعملها. بالاضافه احنا مثل ما انتم ذكرتوا قبل شوي، الناس صايره تسمع في وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. اكثر يمكن حتى من التواصل المتعارفه. نعم. فاحنا نتواجد معاهم في وسائل التواصل جميعها، سواء مثل وجودنا معاكم حاليا في التلفزيون او في الجرائد او في برامج التواصل الاجتماعي، اقمنا حتى برامج او ايام اللي نسمح للجمهور يعني على الهواء مثلا. نعم. للسؤال، الاسئله اللي تثار في مواقع التواصل الاجتماعي نرد عليها، نعطي جميع المعلومات المتوفره عندنا بكل شفافيه لكسب الثقه، ونرجو انه المجتمع واعي والمجتمع اعطانا الثقه، ونطلب منه فقط الاستمرار بهاي الثقة وهالوعي. نعم. دكتورة طبعا جهودكم تشكرون عليها والكل يشهد فيها، لو نتحدث عن دور المجتمع في نشر التوعية انتم ما قصرتوا. هو المجتمع مثل ما ذكرنا قبل شوي انه ياخذ المعلومات من المصدر الصح. اذا عندها استفسار ما اروح اسال شخص مثلي ما عنده معلومات، اروح للطبيب في المركز الصحي، اروح للطبيب في اي عيادة انا متعود عليها، اسال وزاره الصحه عن طريق وسائل التواصل، احنا يعني اتحنا هاي الفرص لهم، فتفضلوا تعالوا سالونا.
وبالإضافة أن دورهم اللي مقتنع ومتأكد من أمن وسلامة هالتطعيمات دوره أنه أهو يوصل، يعني مثل ما في ناس توصل المعلومة الخطأ، اللي عنده المعلومة السليمة دوره معانا يوصل المعلومة الصح، واللي طعم عياله يقول تجربته، يشارك تجربته. نعم. فهاي دور جدا مهم في المجتمع. جميل، أكيد. طيب دكتورة سهى، يعني اليوم أكيد أنتوا تبذلون جهد من جانب، أكيد في جهات أخرى يعني موجودة في هذه الحملة. نعم. لو تكلمين عن التعاون اللي حاصل بين وزارة الصحة والمؤسسات الأخرى في الدولة. طبعا هاي تعاون مستمر عبر السنوات، ويمكن بسبب جائحة كوفيد 19 زاد هذا التعاون، وتعاون مستمر ومهم جدا، لأن ما في جهة لحالها تقدر تنجز. فطبعا احنا لما نتكلم عن تطعيم الاطفال او الطلاب، لا، لدور وزاره التربيه والتعليم والتعليم العالي دور جدا مهم، لانها تعطي التعليمات للمدارس عشان تتعاون مع الفرق الطبيه، توصل المعلومات، حتى ورقه اللي هو موافقه ولي الامر، فهاي كلها دور لهم اهمه، بالاضافه تسهيل وصول الفرق والمكان عشان اقامه التطعيم. الرعايه الاوليه تتقاسم المجهود مع وزاره الصحه، فوزارة الصحة هي اللي تذهب إلى مدارس الجاليات والقطاع الخاص، والرعاية الأولية تذهب إلى المدارس المستقلة والحكومية للتطعيم. يعني قسمنا المجهود بيننا وبينهم. نعم، يعطيك العافية دكتورة سهى البيات، رئيس قسم التطعيمات في وزارة الصحة العامة. إن شاء الله مرة ثانية نستضيف لين خلصنا، ما في جائحة. شكرا لكم. يعطيك العافية دكتورة. إن شاء الله. الله يعافيكم. كل الشكر لك دكتورة سهى البيات، ويعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. شكرا. نعم مشاهدين الكرام، أكيد راح نستمر معاكم، لكن نطلع فاصل ونرجع لكم. لكل من انضم الى متابعتنا حياكم الله معنا، مستمرين في برنامج فيضحى. صار عندكم اطلاع على المواضيع اللي راح نتحدث عنها لهذا اليوم، والحين راح نتحدث عن موضوع فعاليه مخيم التحدي للسكري. اعلنت الجمعيه القطريه للسكري طبعا عن فتح باب التسجيل لمخيم التحدي للسكري في الفتره من 13 الى 16 مارس 2022. يستهدف المخيم الفئات العمريه من سن 12 الى 15 عام للبنين والبنات. يهدف المخيم إلى تعزيز مهارات المشاركين حول الرعاية الذاتية، إدارة السكري بنجاح، من خلال تشجيع المراهقين على اتخاذ موقف إيجابي واستباقي في التعامل مع حياتهم. خلونا نرحب أكيد بضيفتنا الكريمة السيدة ريهام محمود، أخصائي تغذية بالجمعية القطرية للسكري. حياك الله معنا، سعدين بوجودك، وأكيد راح نتحدث عن هذه الفعالية، فعالية مخيم التحدي للسكري، اللي نفس ما ذكرت تستهدف فئة عمرية مهم جدا أنها تتعرف شلون تواجه أي مشكلة تواجهها في هذا الجانب تحديدا. فحياك الله معنا. أهلا، شكرا كثير لاستضافتي. يا هلا، مرحبا فيك استاذه ريهام. اكيد طبعا احنا سعيدين بتواجدك معنا، واكيد ان شاء الله راح المشاهدين يعني يستفيدون من المعلومات وهذه الفعاليه. طبعا استاذه ريهام، لو تكلمينا عن يعني فعاليات مخيم التحدي للسكر. المخيم هو لمده 5 أيام. اول يومين كانوا اليومين الماضيين يوم الاحد والاثنين، معمولين للشباب اللي هو بعمر بين ال 12 سنة وال 16 سنة تقريبا. واليومين يعني اليوم وبكرة بيكون إن شاء الله للبنات بنفس الفئة العمرية، والآخر يوم يوم الخميس رح يكون يعني وجها لوجه، عشان إنه هلأ إحنا دمجنا المخيم شوي. الفعاليات فيها أكثر من شيء، فيها أشياء تعليمية، فيها أنشطة ترفيهية. للشباب عملنا لهم ورشة للدفاع عن النفس، عملنا لهم كمان عن تعزيز الثقة فيهم بحياتهم العادية، وكمان بتعاملهم مع السكري. للبنات في عنا كمان ورشة مثل يعملوا أشياء بإيديهم، يعني كرافتس و يعني أشياء فنية. ونفس الشيء رح يكون يعني أشياء تعليمية في عن التعامل مع مضخة الإنسولين للي عندهم مضخة، وكيفية التعامل مع الإنسولين نفسه، مع إبرة الإنسولين وغيره للي ما عندهم.
تعامل مع ارتفاعات والهبوطات بالسكري، الغذاء الصحي وحساب النشويات، بما انهم يعني هلا على عمر اكبر شوي بيقدروا انهم شوي يتعاملوا مع السكري بنفسهم. نعم. باستقلال اكثر من العمر اللي اصغر يعني. جميل. نعم طبعا هذه ليست النسخه الاولى لهذا المخيم، مجموعه صح. من النسخ، ولله الحمد شفنا ان هناك دائما وعي وتزايد في الحضور لهذا المخيم. شو اللي لمستيه او شو اللي شفتيه لدى المشاركين معكم سواء البنين او البنات من ناحيه الثقافه اللي صارت عندهم، من ناحيه الوعي اللي صار عندهم؟ انتم تستهدفون فئه جدا حساسه. صحيح، العمر هذا كتير حساس مثل ما قلتي، يعني احنا عندنا هذا العمر يعني العمر اللي اصغر بنعمل لهم مخيم، بس بيكون يعني اكثر انه هن لصحتهم النفسيه اكثر ويتعلموا عن السكري وعن كيف السكري بيكون. ولكن لهذا العمر بما انه بلش ينمو اكثر، مرحله المراهقه حساسه كثير، فالتعامل معهم بيكون على نضج اكثر. ف يعني على اخر المخيم بنلاحظ انه هن صار في عندهم ثقه اكثر. مثلا كان في واحد من المشاركين امبارح كان يحكي انه هو ما بيركب اكسسوارات المضخه لحاله، لازم حد من اهله مساعدة. فبعد المخيم قال لنا انه هو ناوي انه هو يصير يحط المضخه لحاله. ممتاز. مو بس كذي حتى استاذه، يمكن احس انه بعد صاروا يساعدون اهلهم اللي هم مثلا عندهم امهات كبار في السن، بهالطريقه انتم قاعد تثقفونهم انه يكونون مساعدين لنفسهم ويساعدون الاشخاص الكبار معاهم في أكيد. السن. اكيد طبعا طبعا. فيعطيكم العافيه على هذه الجهود اللي انتم قاعد تقدمونها. كونك اخصائيه تغذيه بالجمعيه القطريه للسرطان، السكري تلعب دور كبير كذلك طبعا في الحفاظ على صحة الأفراد. لو نتكلم عن المرأة الحامل تحديدا، في كثير من يصير سكر الحمل بعدها توقف، صح؟ ففي أمهات يقول لو لك هل بيستمر السكري، هل راح يوقف السكري؟ الغذاء أنا ما أقدر، مثلا في أمهات فعلا ما يقدرون يتبعون حمية غذائية أو يستمرون عليها، يمكن فترة الحمل تجاهد علشان تحافظ على صحتها وصحة الطفل. هل ينتهي السكري؟ هل تستمر على حمية غذائية معينة؟ اللي بيصير هو وقت الحمل، سكر الحمل بالذات هو بيكون شيء له فاكتورز كثير، في له اسباب مختلفه. اولها الجينات، يعني ممكن انها تكون هي الام نفسها لما والدتها كانت حامل فيها كان في احتماليه انه هي كان عندها سكر الحمل، او انه يكون صار سكر الحمل من قبل، او زياده الوزن، أو حتى كمان مش سبب، يعني مش سبب أساسي زيادة الوزن، هو ممكن يجي بكتير كتير أسباب مختلفة. اللي بيصير بسكر الحمل إنه هي الأم لازم تعمل تدير بالها على أنواع نوع الأكل اللي بتتناوله، تدير بالها على النشويات ونوع النشويات اللي عم تاكلها. اللي بيصير إنه ممكن يصير في ارتفاعات، الارتفاعات هاي ممكن تسبب خطر بسيط على الطفل، يصير في زيادة في وزن الطفل، ارتفاع قصدي، مثلا انه ممكن يصير احتمالية ارتفاع ضغط الدم عند الام تزيد. في اسباب مختلفة. هلا السكر الحمل ما بيكمل بالعادة، ما بيكمل بعد الولادة. اوكي، ولكن سكر الحمل بيزيد احتمالية إصابة الأم بالسكر النوع الثاني في المستقبل. يعني لو أثناء حملها؟ لا، بعد الولادة. يعني مثلا إذا في أم كانت وهي حامل صار عندها سكري حمل، بعد ما ولدت خلاص السكر بيروح، سكر الحمل بيروح، ولكن إذا ما صار في اهتمام بالوزن أو بالتغذية اللي هي بتتناولها، ممكن هذا الشيء يزيد خطورة الإصابة بالسكري النوع الثاني في المستقبل. فإحنا يعني حتى لما حد يكون عنده سكري النوع الثاني، في ممكن كأم لو كان عندها تاريخ في سكر الحمل هذا بيزيد خطورة عندها. أكيد. طيب أستاذ ريهام، يعني بما أن احنا نتكلم عن السكري، هل مرض السكري يعني هو حالة صحية مزمنة؟ هل ممكن يعني يتم بإمكان الواحد ممكن يتحكم فيه؟ أكيد طبعاً. السكري كان الأول أو الثاني أو يعني بشكل عام الأول والثاني هم حالة مزمنة، هي مرض مزمن ما له علاج لحد الآن. اللي بيصير إنه لما الشخص يقدر يتحكم بالسكر بطريقة صحية بيقدر يعيش حياة طبيعية جداً، بيقدر إنه يتعايش معه،
بطريقة صحية بطريقة طبيعية، يعيش الحياة كاملة بدون أي اختلاف عن حد تاني. الفرق بس إنه مثلا إذا إحنا في عنا سكر النوع الأول رح يصير في لازم يحسب كمية النشويات، يدير باله مثلا إنه إذا بياخذ مضخة إنه يدخل كمية الإنسولين الصحيحة. إن كان مثلا إنه شخص عنده النوع الثاني يتحكم بالوزن عنده، يزيد نشاط البدني عند الحالتين، يعني عند الوزن عند السكر النوع الأول أو الثاني، حتى الرياضة حتى للحامل بعد موافقة الطبيب الرياضة مهمة جدا. فبشكل عام كتير مهم إنه يعني يكون في كنترول ويحافظ الشخص اللي عنده السكري بالدواء بعلاجه، يعني إن كان الإنسولين أو دواء أو الغذاء الصحي والرياضة. إن كان التزم بهاي الأشياء بيقدر يعيش حياة طبيعية جداً. جميل. نعم، إحنا كنا أثناء حديثك كنا قاعدين نشوف مجموعة من النصائح من ناحية الالتزام بالرياضة، من ناحية الالتزام بالغذاء الصحي، وهذا الشيء يؤثر على حياتنا بشكل كبير. إحنا ما قاعد نتحدث فقط حالياً عن مرض السكر وإنما عن كافة الأمراض. نرجع نتكلم عن المخيم. أيوة. اللي يستهدف هذه الفئات العمرية اللي إحنا تحدثنا عنها. نتكلم عن طريقة التجمع وعن الأعداد المسموح فيها وكيفية مشاركة أولياء الأمور لأبنائهم في هذا المخيم. أوكي، إحنا بالسنوات اللي قبل كانت إنه إحنا يكون في المشاركين يجوا على المخيم ونقضي معهم اليوم كامل. في أوقات يكون في مبيت، وفي أوقات يكون لا هم بيمشوا بالليل وبيرجعوا بيجوا الصباح على حسب يعني. هاي السنة بما أنه إحنا عاملينه مدمج فرح يكون يعني هم الطلاب المشاركين بيسجلوا معنا لمدة تقريباً 4 أو 5 ساعات أونلاين. الأهل يعني في كتير منهم للأهالي بيحبوا أنه يشاركوا أطفالهم ليتعلموا هم كمان. نعم. مع أولادهم يعني أنه عن كيف يعملوا كنترول أكتر للسكري، كيف يتعاملوا مع المضخة، كيف يعالجوا أو يقرأوا الـ يعني. نعم. يحسبوا النشويات وهيك. هي آخر يوم بيكون في إحنا رح نشارك مع جينيريشن أميزينج اللي هم تابعين للفيفا للورلد كاب. رح يعملوا مثل أنشطة للطلاب فيس تو فيس، رح يكون يعني إنه رح يعلموهم مثلا يعملوا لهم. نعم. مباريات كرة قدم. جميل. يعملوا أنشطة للبنات، يعني حيكون في أنشطة مختلفة. جميل. عشان كمان هن يشوفوا إنهم مش لحالهم. نعم. في حد. نعم. تاني مثلهم، في مجموعة أطفال تانيين أو مراهقين تانيين مثلهم. بيكونوا صداقات، ممكن هاي صداقات تضل لمدى العمر يعني. والأهل نفسهم يعني كمان هاي فيها تشجيع للأهل. نعم. إنه جميل. إنه أنا أولادي يعني إنه عم بيقدر يكونوا صداقات. جميل. بيقدر يكون في اجتماع. نعم. يعني مع. نعم. أكيد مثلهم. أكيد يعني جهودكم واضحة في هذا المجال. أستاذة ريهام محمود أخصائية التغذية بالجمعية القطرية للسكري، كل الشكر لك على تواجدك معنا. أستاذ رهام يعطيك العافية، شكرا للمعلومات اللي قدمتيها، وإن شاء الله يجدد لقاءنا معاك ونتحدث أكثر عن هذا المرض. يعطيك العافية. إذا مشاهدينا أتمنى استمتعتوا واستفدتوا في نفس الوقت. خلونا الحين ناخذ فاصل وبعد إن شاء الله نكمل التواصل. مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام. أكيد يعني مثل ما احنا وعدناكم دائما نحرص أن احنا نقدم لكم معلومات إن شاء الله يعني تكون مفيدة وتستفيدون منها. طبعا في هذا الجانب تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات ووصفات غير صحية عن بعض المشروبات التي تساهم في نزول الوزن بسرعة. اليوم طبعا في فقرة التغذية راح نتعرف على مدى صحة هذه المعلومات، مزيد من التفاصيل نشوف معاكم هذا التقرير ونرجع. صباح
صباح الخير أعزائنا المشاهدين، أهلا فيكم فقرة التغذية. مواضيع كثيرة بنتكلم عنها تخص التغذية. موضوعنا لليوم راح يكون عن الخلطات اللي منتشرة ما بين الناس يزعمون أنها تساعد على تنزيل الوزن أو زيادة الوزن أو أمور كثيرة. انتشرت مؤخرا خلطات كثيرة ما بين الناس، منها مثلا أنهم ينصحون بشرب الماي الدافي على الريق على أساس أنه يشربون كوب ماي دافي بعدين ينتظرون نص ساعة، بعدها النص ساعة يقدرون أنهم يبدون يومهم ويفطرون. فعليا لازم تعرفون أن درجة حرارة الماي ما راح تأثر بموضوع حرق الدهون. إحنا مو قاعدين نتكلم عن دهون ظاهرة مثلا اللي هي الدهون الغذائية اللي إحنا نشوفها قدامنا ونبي نذوبها مثلا عن الأواني، إحنا قاعدين نتكلم عن معدة إنسان، عن جسم إنسان. فمؤكد أن درجة حرارة الماي ما راح تساهم بحرق الدهون أو عدم حرق الدهون. اللي الشيء الثاني اللي بعد ناشرينه موضوع أنكم تشربون الماي مع الليمون، يزعمون أن هذا الشيء يساعد على حرق دهون البطن. هذا الكلام احنا ما نقدر نقول انه صحيح ابدا، يعني فعليا انتم بس قاعدين تشربون ماي منكه بليمون، ممكنكم تاخذون مثلا الفائده من العناصر الغذائيه اللي ممكن تكون موجوده في الليمون، لكن ما في اي تاثير على الوزن. الشيء الثاني بعد اللي حاليا ينصحون فيه موضوع انكم تشربون ماي مع خل، يقولون ان هذا بعد يساعد بتنزيل الوزن. لازم تعرفون انه فعليا الخل له فوائد اكيد، لكن ما له علاقة بموضوع تنزيل الوزن. أكيد ما راح نقول لكم اشربوا ماي وخلوا نزلوا وزنكم. من الخلطات الغريبة بعد اللي صدمتنا كأخصائيين تغذية أنهم قاموا ينصحون الناس أنهم يأكلون العسل مع المكسرات على أساس أن هذا الشيء راح يساعد بتنزيل الوزن. العسل والمكسرات سعراتهم الحرارية عالية جدا، لما نتكلم عن أمور تخص تنزيل الوزن إحنا أكيد نبي نقلل السعرات الحرارية بحدود المعقول. فعلى أي أساس أنا أنصحكم بأنكم ترفعون سعراتكم الحرارية وبالمقابل تتوقعون نزول بالوزن؟ من الأمور الثانية بعد اللي تفاجئنا أنهم بعد ينصحون بخلطات خاصة لزيادة الوزن. لازم تعرفون أن هذه الخلطات ممكن أنها تفيد بشكل مثلا مؤقت، لكن مجرد أن الشخص يوقفها رح يرجع لنفس العادات الغذائية اللي هم متعود عليها، سعرات الحرارية رح تقل مرة ثانية وبالتالي رح يبدأ ينزل وزنه مرة ثانية. نفس الوقت إحنا لما نحاول نزيد من وزن إنسان نحاول أن نزيد بشكل صحي، يكون في تمرين، يكون في تمارين مقاومة، وبنفس الوقت يكون في تنظيم غذائي، كميات الأكل تكون صغيرة ومتوزعة على اليوم كامل لكن قيمتها الغذائية عالية. لازم تعرفون أن علمياً كأخصائيين تغذية ما عندنا أي شيء يسند هذه الخلطات اللي تكلمت عنها. لهالسبب لازم معلوماتكم تكونون ماخذينها من أهل الاختصاص، تأخذونها مثلاً من الطبيب، أو لو كانت تخص التغذية تكونون ماخذينها أكيد من أخصائي التغذية أو أخصائي التغذية العلاجية. كأخصائيين تغذية علمياً إحنا ما عندنا أي شيء يثبت المزاعم اللي تزعمها هذه الخلطات من ناحية أنها تساعد على تنزيل الوزن أو حتى زيادة الوزن بشكل صحي وآمن. ضروري جدا انكم تحاولون تاخذون معلوماتكم من اهل الاختصاص، من اخصائيين التغذيه او اخصائيين التغذيه العلاجيه. نصيحه اساسيه انصحكم فيها انكم دائما تحاولون ان وجباتكم تكون كلها متكامله، تحاولون انكم ما تطوفون وجبات خلال اليوم وما تتركون فترات طويله بين كل وجبه ووجبه علشان ما تجوعون زياده عن الحد وتاكلون اكثر من حاجتكم. تحاولون انكم تمارسون الرياضه، تكثرون من الخضروات خلال يومكم، تاخذون حاجتكم من الفواكه، تشربون ماي كافي، النوم لفترات كافية خلال اليوم من 6 إلى 8 ساعات، في حال ما قدرتوا ترقدون في الليل حاولوا أنكم تعوضون في النهار. كانت هذه معلوماتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا منها. تابعونا فقرة جديدة الأسبوع الجاي وشكرا. شفنا طبعا مشاهدين الكرام هذه الفقرة اللي أنا طبعا أشوفها جدا مهمة، ومهم أن الواحد دائما يعني يحصل على معلوماته من خلينا نقول مصادر موثوقة أو جهات موثوقة، لأن دائما لما الواحد يعني يأخذ المعلومة من غير أي تدقيق ممكن هذا الشيء يسبب له ضرر. والدكتورة سهى البياض طبعا ذكرت لنا أن يعني من واجبات المجتمع في توعية خلينا نقول المجتمع بأهمية التطعيمات أن الواحد يحرص أنه يأخذ المعلومات من المصادر الموثوقة. نعم، التطعيمات لها دور أهم في حماية الفرد أكيد من الأمراض، بالإضافة إحنا تكلمنا قبل شوي عن موضوع الأدوية كذلك. نعم. أو الأشياء اللي تساعد في إنقاص الوزن، باستطاعتكم أن أنتم يمكن تقلدون وتشوفون المنتجات الطبيعية، الأشياء اللي إحنا نقدر نسويها في البيت دون تدخل مواد غير يعني مش طبيعية موجودة فيها، لأن كثير من الأوقات إحنا صرنا نسمع في شاي، في ما ادري شنو. نعم. في ابر، في اشياء معينه تساعد على انقاص الوزن، لازم تستشيرون المختصين، بالاضافه تحافظون على غذاء سليم، وبالاضافه
ممارسة الرياضة، لأن الرياضة دور كبير في بناء الجسم وحمايته من الأمراض، وتعتبر عندنا حصص الرياضة المدرسية تحديداً من الحصص المهمة اللي يتم فيها اكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها. راح نتحدث عن عودة حصص التربية البدنية للمدارس وأهميتها، خلونا نتابع في هذا التقرير. تكمن أهمية التربية البدنية في أنها تفيد الطالب في تنمية عند الجوانب الشخصية، وأيضاً تنمي عند روح الانتماء والولاء، والأهم من هذا أن تساعده أيضاً على الاستذكار وتجديد الذاكرة عنده في تكملة يومه الدراسي. فدورنا إحنا هنا أن نقوم بعمل توأمات مع الأندية القطرية الموجودة، وهنا مدرسة حمزة يعني والحمد لله عندنا توأمة مع الأكاديميات الرياضية ومع المدارس الموجودة مع الأندية والمدارس أيضاً اللي مختصة في الرياضة. طبعاً من خلال حصص التربية البدنية نقوم باكتشاف الطلاب أصحاب المواهب الرياضية، ونقوم بتحويلهم إلى المراكز الرياضية والأندية المتخصصة في مجال الطالب المهاري. وأيضاً عندنا البرنامج الأولمبي الرياضي المدرسي، من خلاله يتم اختيار الطلاب للأندية الرياضية والمنتخبات القطرية. من ضمن النصائح اللي أنا أود أن أوجهها لأولياء الأمور، عط ولدك مجال لأنه يطلع قدراته وموهبته في المجال الرياضي. ممكن تكون عنده موهبة رياضية نقدر نستغلها في الفائدة له في المقام الأول، ثانياً للدولة. فإذا عنده ولدك موهبة بلغنا عنها وخلي جينا احنا في قسم التربية البدنية في مدرسة حمزة الإعدادية، وإن شاء الله راح نوجه التوجيه الصحيح إلى مجاله الرياضي. كلمتي الأخيرة، إحنا سعداء جداً بعودة مادة التربية البدنية إلى المدارس، ونشكر المسؤولين على ما قدموا لنا من دعم في سبيل أنها ترجع المادة العاهد سبقها. وأنا اليوم مستانس أن حصص الرياضة رجعت، وجسمنا إن شاء الله ترجع طبيعية مثل ما هي قبل. أحب كرة السلة، زي ما تشوفوا احنا قاعدين نلعب، احنا مبسوطين كثير انه رجعت. طبعا مبسوطين جدا ان الرياضة رجعت للمدارس، ونتمنى ان نستمر حصة الرياضة اكيد يعني، وكل تمام. الرياضة اهمية كبيرة في عصرنا الحالي، واحنا كدورنا كمدرس تربيه بدنيه نكتشف بعض المواهب في شتى الاختصاصات. فلما نكون على تواصل دائم مع اولياء الامور فهذا لتنميه المواهب، اما مع تواصل دائم مع الانديه القطريه هنا او مع انشطه عامه يمارسوها الطلاب خارج اطار المدرسه، اما تكون داخليه في المدرسه هنا تكون تنظيمها من قبل المدرسين، او خارجيه يكون تنظيمها من قبل البرامج الاولمبيه المدرسه تحت ظل اللجنه الاولمبيه المدرسيه. نعم مشاهدين الكرام، وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم، وإن شاء الله يعني قدرنا نحن نقدم لكم مواضيع وفقرات مميزة، وإن شاء الله نشوفكم بكرة. مع السلامة.